جديدة بأسعار بسيطة جدا. نحييهم على تعبهم وخدمتهم للكتاب. حاليا هيكرموا بعض أشخاص من اللي خدموا في الكتاب المقدس. مدير نرجس منير حاضر معنا اليوم ومكون من 45 من شعب كنيسة فينيسيا لشمال ايطاليا مع ممثل لكنيسة الفاتيكان بإيطاليا وبعض الرعاة وذلك لزيارة الأماكن
انت عايز تتجوز اكتر من واحدة؟ ده انا مرة الكتاب ده كان قامت قضية في الموضوع ده وطبعت الكتاب ده يمكن 3-4 مرات في شهور قليلة، كل ما تخلص نطبعها تاني. وبعدين بقيت اوزع من هذا الكتاب على بعض الناس اللي بيزوروني من المستشارين. كان في مرة جاي زارني مستشار كبير واديت له كتاب، قال لي الكتاب ده عن ايه؟ قلت له على ان الواحد ما يتجوزش اكتر من واحدة. قال لي احنا قادرين على الواحدة لما نتجوز اكتر من واحدة. انا من المنيا ونفسي اقعد معاك واتكلم معاك، ان شاء الله ابقى اشوف وقت واقعد مع المنيوية كله. سؤال: هل الجواز ارادة من الانسان ولا ارادة من الله؟ انت حر يا حبيبي تتجوز او ما تتجوز، ربنا لا يرغمك انك تتجوز. بالاسئلة دي، وانا تحية لدار الكتاب المقدس اللي حضروا معنا في هذه الليلة، ان شاء الله سألقي محاضرة اليوم عن الكتاب المقدس.
اكلمكم عن الكتاب المقدس. اول حاجة عايز اقولها اهتمام كنيستنا بالكتاب المقدس. يندر ان كنيسة بتهتم بالكتاب زي ما بتهتم به الكنيسة الاتية. في الصلوات اليومية اللي موجودة في الأدبية، صلاة باكر والثالثة والسادسة والتاسعة إلى آخره، في كل صلاة يوجد فصل من الإنجيل المقدس، وفي كل صلاة يوجد عدد كبير من المزامير من الكتاب المقدس. القداس الالهي في كل يوم بنعمل قداس، وساعات بيتعمل في اليوم قداسين ثلاثة اربعة في بعض الكنائس الكبيرة. بنقرأ فصل من رسائل بولس الرسول وفصل من رسائل الجامعة، ونقرأ الانجيل والمزمور والعظة ايضا من الكتاب المقدس. كل ده من الكتاب. وفي صلواتنا الكتاب المقدس نعمل له مقدمة اللي بنسميها أمشلة الانجيل، يعني صلاة الانجيل يصليها الاب الكاهن ويقول اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه. بنطلب صلاه ان نعطى استحقاقا للسمع وللعمل بالاناجيل المقدسه. وتوقد الشموع لاستقبال قراءه الانجيل عملا بقول الكتاب، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، ويرفع البخور والشعب كله يقف احتراما للكتاب المقدس. الكنائس كتير يقرا الكتاب والناس قاعدين، الشعب كله يقف والشماس يصيح بصوت عظيم قفوا بخوف عظيم وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. فيسمع الانجيل في جو من الخشوع، ورئيس الكهنة يرفع تاجه من فوق رأسه احتراما لقراءة الانجيل. في اسبوع الالام اكثر، ما اكثر ما يقرا من الكتاب المقدس في اسبوع الالام لكل ساعه من كل يوم. وفي يوم السبت بالليل في ليله ابو غلامسيس يقرا سفر الرؤيا كله مع ترتيله من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. واسبوع الالام ايضا بنقرا الاناجيل الاربعه كلها. ده بس من جهه ما تعمله الكنيسه وما تهتم به. على المستوى الفردي يهمنا اولا اقتناء الانجيل وقراءة الانجيل وفهم الانجيل وحفظ الانجيل والعمل بما في الانجيل ومحبة الانجيل. اقتناء الانجيل مفروض ان كل بيت من البيوت يكون عندهم انجيل يقروا فيه. وارجو من الاباء الكهنة في افتقادهم للعائلات يتأكدوا من وجود الانجيل في البيت.
مش يقول لهم عندكم انجيل ولا ما عندوش انجيل. طب السؤال محرم، يلا اسمعوا، هاتوا لنا الانجيل نقرا فاضل، هاتوا لنا الانجيل نقرا فاضل. واذا كان بيت ما فيهوش انجيل، انتوا في افتقادكم للبيت تدوهم انجيل من عندكم. اقتناء الانجيل، عايزين الانجيل يكون في كل بيت، ويكون مع كل فرد. يعني الستات عندهم شنطه بيمشوا بيها، والشنطه فيها حاجات كتير مش عايز اقول عليها، على الاقل يكون فيها نسخه من الانجيل. عندكم نسخ من الانجيل صغيره كده، مش حاجة كبيرة، حاجة صغيرة. وممكن الراجل يحط انجيل في جيبه، يجي وقت يطلعه من جيبه يقرا كلمتين، وتأكدوا الست اللي حاطة انجيل في جيبها مش هيخطفوه منها الحرمية، لأن الحرمية مش عايزة تقرا الانجيل. انكم لا تهتمون بالكمية وانما بالعمق. ساعات واحد يقرا اصحاحين بحالهم، ولا هو هنا ولا فين حاجة ولا استفاد. اقروا بفهم وبعمق، ما يهمش الكمية. اقروا بفهم وبعمق، ما يهمش الكمية. بل علينا أكثر من هذا، ليس أن نقتنى الإنجيل ونقرأ ونفهم، وإنما أن نحب الكتاب المقدس ونحب وصايا الله الموجودة فيه. داود النبي يقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. خبأت كلامك في قلبي، ما قالش في عقلي. أول واحدة كان الكتاب وصايا الله في عقلها مش في قلبها، أمنا العظيمة القديسة حواء. الشيطان بيسألها: أحقا قال لكم الله إنكم ما تاكلوش من الشجرة دي؟ أجابت حواء بذكر، ده مش قال لنا بس ما تاكلوش، لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت. إتقان في الحب، وفي نفس الوقت مدت إيديها وأكلت وضعها. يبقى المسألة مش مجرد حاجة تكون في عقلك، تكون في قلبك. خبأت كلامك في قلبي. وربنا بعد ما أعضل وأعطى الوصايا قال إيه؟ قال: لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. لتكن الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. هذا الكلام وكلمات الكتاب على القلب، وقصها على أولادك. أي واحد فيكم من الرجال دول أو من النساء ما بيقصش على أولاده الكتاب، يبقى لم يصل بعد الى كمال العهد القديم، ما وصلش لمستوى العهد القديم، مش بس لكمال المسيح. وربنا هيسألك في يوم من الايام، يقول لك: الحاجات دي قلتها لاولادك ولا لا؟
كويس الأب القديس والأم القديسة اللي يجمعوا الأولاد حواليهم ويحكوا لهم حكايات من الكتاب ويقولهم وصايا من الكتاب، يطلعوا الأولاد من صغرهم متشبعين بوصايا الله. يا ما ستات يجوني والواحدة منهم تقول لي اعمل ايه في ابني، ابني ده مخيرني تعبني يا عم. هو انت ربيتيه على الكتاب من صغره وابتدى يتعبك؟ ولا كل اللي كان عندك انك توكليه وتشربيه وتلبسيه ووصايا ربنا دي يعني مش عقلك؟ على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. بل أخطر من كده، إن الكتاب يقول لنا عن وصايا الله إن احنا نلهك بها نهارا وليلا. عن الرجل البار في المزمور الاول يقول وفي ناموس الرب مسرته، ويلهج بها نهارا وليلا. وربنا قال له يشوع ينصحه بعد ما مات موسى النبي، قال له ليكن سفر هذه الشريعة على فمك، سفر هذه الشريعة على فمك وتلهج بها النهار والليل لكي تتحفظ أن تعمل بما في هذه الوصايا، لهذا تنجح وتفلح. تصور يشوع ده اللي كان عنده ولا 400,000 جندي مسؤول عنه فاضي يلهج بالناموس نهارا وليلا ولا يبرح سفر هذه الشريعة من فمه؟ ربنا طالب من كده. داود النبي أيضا كان ملكا وقاضيا ورئيسا للجيش، ومع ذلك يقول له ناموسك هو لهجي. وصاياك هي تلاوتي، ويقول له في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك. إذا كانوا الناس المشغولين دول متمسكين بوصايا الله ويقروها النهار والليل، فكان بالأولى إحنا. ده داود يقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلك. وصايا ربنا جوه عقله وجوه قلبه وبيتلوها باستمرار، عشان كده مش ممكن يخطئ. الكتاب المقدس واهميته سيد المسيح في التجربة، مع ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إذا حياتك تكون بكل كلمة تخرج من فم الله. والآية دي موجودة في سفر التثنية إصحاح 8. السيد المسيح بيقول الكلام الذي اقوله هو روح وحياة،
تحيا به روح حياة. وداود النبي يقول اذكر، يقول ربنا اذكر لي كلامك الذي جعلني عليه، الذي جعلتني عليه اتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي. ويتغنوا بوصايا ربنا، ووصية الرب مضيئة في نور العينين صادقة تسير الجاه الحكيمة. في المزمور 19 الأول السماوات تحدث مجد الله والفلك الظلام لديه. وأنا المزمور ده عزيز علي جدا. ليه؟ لما كنت في الشهادة، في الشهادة الابتدائية عملوا لنا مسابقة في قراية الكتاب المقدس، فاخترت هذا المزمور أحفظه، فحفظته سنة 34. شوف 34 يعني من أمتى؟ وأخذت مكافأة عليه إنجيل مذهب، أخذوه منه. وخليه يجيب ثمر منك. تقول لي عملت
سمعته ما جابش سمر. اقول لك استني حبيبي، السمر ده يختلف. في شجرة ما تجيبش سمر غير بعد سنة او بعد 4 سنين، وفي حاجة تجيب نتيجة من يومين زي بعض الخضروات. في مثل العربي يقول ايه؟ حلف الجرجير بالدين انه ما يبقاش في الطين. يعني كلمة البذر دلوقتي تلاقيها خضرت على طول، تلاقيها خضرت على طول، ما يبقاش في الطين يطلع بره. جايز انت تجيب ثمر بعد شوية. اللي ما يجيبش ثمر النهاردة يجيب بكرة ويجيب بعده ويجيب الشهر الجاي، لكن لابد ان يأتي بثمر. بس المهم انك تسمع كلمة ربنا وتعمل بها. يبقى تقتنى الكتاب، تقرأ، تفهم، تلهدي النهار والليل، تحب كلام ربنا، وايه تاني؟ وتعمل بيه، تعمل بالكتاب. لأن ربنا بيقول ليس كل من يسمع كلامه يخش الملكوت. ليه؟ في انسان يسمع ولا يعمل زي واحد بيبني بيت على الرمل فينهار. واحد يسمع ويعمل زي اللي بيبني بيت على الصخر. الكلام ده قاله ربنا في متى اصحاح 7 في اخر الايه على كم. اعتبر ان الكتاب المقدس ده رسالة شخصية ليك انت، رسالة شخصية ليك انت. ربنا بيكلمك من خلال الانجيل. يبقى تيجي النقطة اللي بعد كده، فهم الكتاب، افهم الكتاب بالروح وليس بالحرف. تاخد روح الوصية مش مجرد نص الوصية. وايضا في قراءتك للكتاب وفي فمك احترس من خطورة العمل بالآية الواحدة. الانجيل كتاب، كتاب على بعض مش مجرد آية. يعني مثلا واحد يلاقي آية في الكتاب تقول بكآبة الوجه يصلح القلب، بتلين باستمرار مكتئب عمره ما يضحك ويدي صورة رديئة عن المسيحي وعن التدين، لأنه مسك الآية دي بكآبة الوجه يصلح القلب. تاخد الآية دي وتحط جنبها الآية اللي بتقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. تاخد آية واحدة وما تفهمهاش وما تحطش الآيات التانية جنبيها، مش كويس على شأنك القتالي. أو واحد يقولوا السبتيين ويقولوا له لازم تحفظ يوم السبت، لأن ربنا قال إنك أنت تقدس يوم السبت. اليوم صحيح في آية بتقول كده وفي آية بتقول لا يحكم أحد عليكم لا في أكل ولا شرب ولا في عيد أو هلال أو سبت التي هي
ظل الامور العتيقة. اي بتقول كده تاخدش اي وتسيب الباقي. او واحد يقول لك كفاءة لك الايمان وبس. الاية بتقول امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. قل له في اية تانية بتقول من امن واعتمد يخلص. وفي اية بتقول ايمان بدون اعمال ميت. وحط كل دول مع بعض وتعرف التعليم السليم. واحد يجي يقول لك المسيح قال ابي اعظم مني. ابي ايه اعظم مني؟ قل له المسيح قال ايضا انا والاب واحد. من راني فقد راى الاب. خد الايه وحط جنب الايه لكن ما تمسكش ايه واحده في حياتك. قلنا تقرا الكتاب تقتني الكتاب وتقرا الكتاب تفهمه وتحط آية جنب آية لأنه كله على بعضه. وإيه تاني؟ تحفظ الكتاب. تحفظ. ده إحنا مر علينا أو بيمر علينا الصوم الكبير حوالي 55 يوم. لو كنا في كل يوم حفظنا آية واحدة كنا زمان حفظنا 55 آية. بلاش. لو تحفظ آية كل أسبوع يبقى كل سنة تحفظ 52 آية. أنا دايما كنت بقول في عظاتي احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل. احفظوا المزامير يحفظكم المزامير. المهم مش تنبسطوا من الكلمة تعملوا بيها. هقول لك تحفظ ايه مثلا. احفظ بعض فقرات من العظة على الجبل. احفظ كورنثوس الاولى 13 اللي بتتكلم عن المحبة. احفظ اساح رمية 12 مليان بأذات حلوة دي. احفظ تسالونيك الاولى 5. احفظ تثنية اصحاح 5. على فكرة تثنية اصحاح 5 ده بتاع الوصايا العشر. الوصايا العشر جت في تثنية 5 وفي خروج 20. تثنية 5 قال له لتكن هذه الكلمات اللي انا اوصيك بها اليوم على قلبك وخصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. او احفظوا ايات على الحروف الابجدية. انا طلعت لكم كتاب كله ايات على الحروف الابجدية وتلاعب اولادك بيه. انت اسمك ايه؟ اسمي سمير. قول لي ايه اولها سين. ايه اولها سين. يقول لك سبح الرب تسبيحا جديدا. وقال تمام. انت اسمك ايه؟ اسمه منير. هات لي ايه على اولها مين؟ ان ياكل جسدي ويشرب دمي. من آمن واعتمد. خلص تقعد تلاعب العيال بالآيات وتحفظهم. بس أنا خايف للعيل يسألك ويقول لك يا بابا اسمك إيه؟ وترتبك. فانت قبل ما تسأله
قعدت في المحطة هناك. قدر نفسك وتشوف آية على اسمك وعلى اسم والدك وجدك اللي هيلزم مشتهلين. يقول لك طب يا بابا هات لي واحدة على اسم يا باباك. تقول لي بس يا ولد ما تكلمش. لا احفظوا الآيات ورددوها واتخذوها مجالا للتأمل. وفي ذهنك تستخدمها في مناسبات. تيجي اي مناسبة تطلع منها عقلك اللي حافظ الآية اللي تناسب المناسبة دي. واحد يكلمك كلام او يسألك سؤال تطلع من جواك الآية. تكون لغة الكتاب حاضرة في ذهنك وعلى فمك تستخدمها في كل مناسبة وفي كل لقاء. نيجي لاستخدام الكتاب المقدس والعمل به. تقرأ الكتاب المقدس وتحفظه ليس لمجرد المعرفة. ليس لمجرد الايه؟ المعرفة. السيد المسيح بيقول الكلام الذي اقوله لكم هو روح وحياة. تفهم روح الوصية وتحولها إلى حياة. تفهم روح الوصية وتحولها إلى حياة. من كتب والفريسيون كان يعرف الكتاب أكثر من أي حد في زمنه، لكن ما كانوش يعيشون الكتاب. كانوا يعلمون ويعملون ويعلمون يعلمون ويعلمون ولا يعملون. حاول تحول الوصية إلى حياة. السيد المسيح من اهتمامه بالكتاب قال للناس تضلون إذ لا تعرفون الكتب. يقصد المعرفة اللي بالتنفيذ. ماري أوريس القديس العظيم سانت إيفاكريوس كتب لنا فصل كبير معداه الرد على كل خطية بالوصية. كل ما تجيله خطية يرد عليها ايه؟ بوصية. اجيب لكم امثلة. يا مثلا إذا حوربت بالفرفرة وكثرة الكلام اللي ملهاش لازمة، تقول لنفسك كثرة الكلام لا تخلو من معصية، وتقول بقى يا رب حافظا لفمي بابا حصينا لشفتي. انت لا نفسك في كده. لو حوربت بالغضب مثلا تفتكر الوصية اللي بتقول ليكن كل انسان مسرعا الى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. غضب الانسان لا يصنع بر. لو فورت بالنظر الشهوانية تفتكر قول السيد المسيح من نظر الى الكتاب المقدس ايضا يعزيك في ضعفاتك وفي مشاكلك وفي ضيقاتك. تفتكر
تذكر وعود الرب في مشاكلك وفي ضيقاتك، تفتكر قوله حتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، تفتكر قوله ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، تفتكر قوله أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، تفتكر أيضا المزمور اللي بيقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء، الفخ انكسر ونحن نجوا الفخر من الليل.